مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ولا زالت الانطلاقات تتجدد على أرضية هذا الميدان. إذا قبل لحظات تعلن انطلاقة الشوط الخامس أيضا، والشوط الخامس المخصص لفئة الأبكار، وتابع المركز الأول وتابع الصدارة والمقدمة أيضا، وتابع أيضا شعار بالميدان أيضا على الصدارة وعلى المقدمة من يفتتح نداء هذا الشوط. أما المركز الثاني ثاني المراكز، وتابع أيضا الوصول، وتابع الوصول أيضا، وتابع التسللات في هذه اللحظات، وتابع أيضا اللي وصلت وانطلقت من الجانب الآخر ما شاء الله، وتابع أيضا الوصول من باريس للسيد علي بن سلطان بن علي الاجتبي أيضا على ثاني المراكز أيضا، وأسامي جديدة تتدخل بهذه اللحظات، وتابعها زيد السيد علي بن راشد بالضبيعة الاجتبي على ثاني المراكز. أما المركز الثالث ثالث المراكز، وتابع شومة السيد سيف بن حمد بن حضيرم الاجتبي على ثالث المراكز. والمركز الرابع، وتابع الوصول ايضا من شواهين للسيد سالم بن علي بن سليم الاجتبي اللي واصل على رابع المراكز ومنطلق. اما المركز الخامس، وتابع الوصول والانطلاق ايضا من لجة للسيد راشد بن عتيج بن علي بن راشد الاجتبي اللي وصل على خامس المراكز. والمركز السادس، وتابع ايضا مطيلة للسيد راشد بن خلفان بن راشد الاجتبي ايضا اللي واصل على سادس المراكز. والمركز السابع، وتابع الهجوم ايضا من مزنة للسيد يمعة بن عبيد بن حميدان الفلاسي. والمركز الثامن، وتابع ايضا الوصول، وتابع الانطلاق من رغد للسيد سلطان بن علي بن سلطان الاجتبي. والمركز التاسع، وتابع مياسة للسيد حمد بن سالم ابو رويس اللي واصل. والمركز التاسع، اما المركز التاسع والمركز العاشر، وتابع ايضا غزلان للسيد احمد بن عبد الله بن ربيعه الفلاسي. لكن شوف المركز الاول، شوف الصداره، شوف المقدمه ابن حميدان، ايضا اللي بدا يجاوز في هذه اللحظات. ايضا مزنه يمعه بن عبيد بن حميدان الفلاسي التي بدات تلعب على ارضيه ميدان الهباب. والمركز الثاني، وتابع الوصول من شواهين للسيد سالم بن علي بن سليم الاجتبي على ثاني المراكز. اما المركز الثالث، وتابع ايضا الوصول، وتابع الانطلاق من هازيج للسيد علي بن راشد بالضبيعه الاجتبي. هازيج حلوه، هازيج جميله يا بالضبيعه. والمركز الرابع، وتابع ايضا الوصول من رغد للسيد سلطان بن علي بن سلطان الاجتبي. لكن ايضا الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، كيلو الاوامر النهائيه، كيلو السرعه مع سن السرعه مع سن المفاجات. وتابع ما شاء الله، شوف اللي وصلت، رغد للسيد سلطان بن علي بن سلطان الاجتبي بالهناوي، ايضا راعي مياس ايضا منطلق مع رغد في هذه اللحظات. والمركز الثاني، وتابع ايضا مطيله للسيد راشد بن خلفان بن راشد الاجتبي مطيله. والمركز الثالث، وتابع ايضا الوصول من غزلان للسيد احمد بن عبد الله بن ربيعه الفلاسي. لكن شوف جديد وحصري بالهناوي ما شاء الله تبارك الله. رغد النقطة الثانية، نقطة اذا تذهب في رصيد مياس، ونقطة تذهب في رصيد رغد. سلام، سلامي عليك يا بالهناوي وعلى هذا الاداء الجميل ثانينا. والناموس سيد سلطان بن علي بن سلطان الاجتبي بالمركز الثاني اللي وصلت احمد بن عبد الله بن ربيعه الفلاسي. المركز الثالث اللي وصلت سيد راشد بن خلفان بن راشد الاجتبي. المركز الرابع سيد سالم بن علي بن سليم الاجتبي. المركز الخامس لسيد سيف بن حمد بن حضيرم الاجتبي. التوقيت الزمني 4:34 ثانية. إذا تهانينا والناموس بالهناوي على انتزاع